والاختلافات الموجودة في الأندية، واليوم أكو أندية بها هيئات إدارية اثنين، وأكو مطالبة بسقوط وتنحي بعض الإدارات، كل هذه المخالفات بسبب من؟ بسبب اللجنة الأولمبية، وبسبب يعني بسبب بعض الأشخاص وحرصهم على البقاء في الكرسي. يعني عجيبين، كل ما تجي من مدخل وتقول له تعال نرتب الأمور ونحاول نصحح الأمور، يطلع لك ويفلت بمنفذ آخر وما يخلي